أعلنت أمانة عمان الكبرى عن حالة الطوارئ خلال أيام عيد الفطر للتعامل مع جمع النفايات. قالت إن كمية النفايات خلال العيد تزيد إلى الضعف، مشيرة إلى أن الأمانة تجمع يوميا 3200 طن من النفايات، فيما تصل الكمية إلى 4500 طن في الأعياد. أرحب بضيفي نائب مدير المدينة في أمانة عمان المهندس باسم الطرونة. أهلا وسهلا بك. إذا بداية، هناك خطة طوارئ أعلنتها أمانة عمان للتعامل مع النفايات خلال العيد، هل من تفاصيل؟ مساء الخير لك ستي ولجميع مشاهدين تلفزيوننا الحبيب، وكل عام وانتم بخير وقيادتنا بخير وشعبنا كله دائما وابدا بخير. الحقيقه في مثل هذه الظروف، خاصه فتره الاعياد وشهر رمضان المبارك والعشر الاواخر في شهر رمضان، وبالتحديد الثلاثه ايام ما قبل العيد، يكون هنالك خطط تتعامل امانه عمان من خلال هذه الخطط للتعامل مع موضوع النفايات وجمع النفايات. والحقيقه بدانا يمكن من العشر الاواخر وخاصه اليومين الماضيين، هناك خطة شبه طوارئ موجودة في أمانة عمان بالآليات والكوادر البشرية وأيضا الفرق المساندة التي تدعم حركة الآليات، وأيضا بالإضافة للمحطات التحويلية والمكب الرئيسي في الغباوي. الحقيقة إحنا معدل الجمع اليومي للنفايات تقريبا بحدود 3200 طن المعدل الاعتيادي، لكن في مثل هذه الظروف تبدأ تزداد الكميات. نتوقع أنه اليوم نتجاوز رقم تقريبا 5000 طن، 4800 إلى 5000 طن من النفايات، أي بمعنى ضعف الكمية اليومية. الحقيقة مثل هذه الكميات ومثل هذه المضاعفات بحاجة دائما إلى خطط واضحة، ولا بد من التعامل معها بمهنية عالية جدا، نفس الكوادر البشرية، نفس المعدات، نفس الآليات، لكن طريقة التعامل مع مثل هذه الظروف تختلف عما هو موجود في الأيام العادية. الحقيقة أنا الآن جولة ميدانية في شوارع عاصمتنا الحبيبة، هناك متابعة حديثة أيضا من قبل معالي الأمين في مثل هذه الظروف ومدراء المناطق، جميع المعنيين موجودين في الميدان. الهدف الأساسي رفع كميات النفايات الموجودة أول بأول، لأنه زي ما بنعرف الآن هناك حركة تجارية نشطة في جميع المواقع، بالإضافة إلى أنه هناك حركات سير وازدحامات مرورية، ومثل هذه الأمور الحقيقة تعيق حركة الآليات. لكن الحمد لله تعالى هناك خطط بديلة موجودة في كل المواقع وخاصة الشوارع التجارية وخاصة المواقع المكتظة، هذا فيما يتعلق بعملية جمع النفايات ومن ثم تحويلها إلى محطة الشعائر اللي أيضا تكون في حالة طوارئ الآن، نقل هذه النفايات مباشرة إلى مكب الغباوي وإيداعها داخل الخلية الموجودة حاليا، الخلية الخامسة، وأيضا هنالك حالة طوارئ أيضا موجودة ضمن هذه الكوادر، أي بمعنى يتم استنفار جميع الآليات والكوادر البشرية الموجودة في مثل هذه الظروف، وتكون هنالك حركة دائمة أيضا، مع ملاحظة أنه إحنا حاليا في فترة الصيام ما قبل الإفطار وبعد الإفطار. اليوم نتوقع لأنه ما في صلاة تراويح راح تكون هنالك حركة سير نشطة ناتجة عن الحركة التجارية وعملية الشراء والمخلفات التي ترافقها من كراتين وإلى آخره، لذلك هنالك خطة واضحة تتعامل معها أمانة عمان، والحمد لله تعالى نمتلك من المهنية العالية جدا والخبرة للتعامل مع مثل هذه الظروف. لكن أؤكد على أن رقم تقريبا رقم زيادة يتجاوز 2000 إلى 2500 طن في مثل هذه الظروف، هذا يعني أن هنالك لابد من أن يكون هنالك جهد، لابد من أن يكون هنالك خطط، لابد من أن يكون هنالك أن تكون هنالك جاهزية عالية جدا ضمن أقصى الطاقات والإمكانيات المتوفرة لدى أمانة عمان من خلال أسطول أمانة عمان العامل، وأيضا من خلال الفرق المساندة من دوائر الأسطول ومن غيرها من المواقع التي تعمل على تعزيز مثل هذا العمل. أؤكد لك أنه نحن نعمل بخلية نحل مكثفة جدا بإنجاز التعبير للتعامل مع مثل هذه المرحلة. وزي ما بنعرف الآن إحنا في مثل هذا الوقت، كل ما نقترب من صلاة المغرب يزداد الحقيقة العبء أكبر وأكبر، لكن الحمد لله تعالى كل منطقة من مناطقنا تدار بطريقة وصلت الفكرة. أعذرني لضيق الوقت المهندس باسم الطرونة نائب مدير المدينة في أمانة عمان.